كتير. لسه ليا صديق بعت لي من امريكا ابتكار لعمليه نقل البضائع من الشاحنات. ده اللي قدام حضراتكم ده، انا عايزكم تبصوا عليه وشوفوا الكونتينر. يعني ده الشاحنات دي بتبقى جره كونتينرات، فبتحولها للربط في خط السكه الحديد بطريقه سلسه للغايه، وبتوفر بقى في حاجات كتير، في استهلاك الطرق السريعه، في زمن النقل، في تلوث البيئه من ناحيه التلوث الهوائي وكمان السمعي. بصوا شوفوا، بتدخل العربيه كده بالكونتينر، بتتحمل على البتاع كده الصغير، الجهاز ده اللي محطوط على قضبان السكه الحديد، ويجي من الناحيه الثانيه بتترفع. فهي القعده بتاعت الكونتينر اللي هو بيبقى العربيه دي، العجل اللي بيبقى شايلها بتاعت العربيه التريلا، وبتتحمل كده وتقعد تجمع 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 في الكونتينرات، توصل الناحيه الثانيه تتحط على العربيات وتدخل على طول على المكان اللي المفروض يتوصل فيها البضاعه. بصوا شوفوا البتاع الصغير اللي بيتحط ده. طبعا انا مش فاهم بقى في المصطلحات وكده، بس الفكره نفسها فكره بسيطه للغايه، وتتحط على السكه الحديد اللي موجوده، وبقى انت تنقل كل الشاحنات بتاعتك وكل الكونتينرات بتاعتك، وتزود في عدد النقل عن طريق السكه الحديد. هتوفر حاجات كتيره. احنا شايفين طبعا الطرق الجديده اللي بتتعمل، وسوء الاستخدام من عربيات النقل اللي بتحمل اكتر من المسموح به، وبالتالي بتاثر على جوده الطرق دي في وقت قليل. يعني لو المفروض تحمل 40 طن بتبقى محمله اكتر من 80 طن. احنا بنشتكي ان الطرق اللي بتتسفلت بتنهار بسرعه. طب ما نشوف الحموله اللي بتمشي عليها دي قد ايه. يبقى لازم نبتكر في الحلول. لما بنشوف المشاريع اللي بتتعمل بنبقى منبهرين لانها جديده، بس لازم يتحافظ عليها. ده يبقى عن طريق استخدام احدث ما وصل اليه العلم من ابتكار وتكنولوجيا في النقل، في الخدمات، في الانتاج، في البيئه وغيره.